اللعبة واضحة للشعب العراقي تماما، أن هذه الأحزاب الرئيسية وميليشياتها منذ اللحظة الأولى هي التي تهيمن على المشهد السياسي، سواء قاد هذا المشهد حيدر العبادي أو تقدم غيره العامري أو البيات المرشحين القادمين لرئاسة الوزراء. لذلك هذه القضية لا تتعلق بالوجوه، تتعلق بقضية الوثيقة السياسية التي أبرمها بول بريمر من أيام مجلس الحكم، أي أيام سلطة الاحتلال، وبالتالي كل ما ولد من سلطة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال يعتبر باطلا إلا في العراق. نعم. جميع اقرأ جميع الاحتلالات في العالم بما فيها احتلال الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت من بريطانيا، جميع الاتفاقيات التي تبنى تحت الانتداب أو تحت سلطة الاحتلال عند انتهاء الاحتلال ينهى هذه الوثيقة وتبدأ بعهد جديد. إلا في العراق أن وثيقة بول بريمر هي الحاكمة، بدليل أنه 2003 قرار 91 تم تشكيل المؤسسة الأمنية من 7 ميليشيات، إلى هذه اللحظة هذه الميليشيات هي التي تحكم المؤسسة الأمنية، واليوم انتقلت من حكم الأمني والعسكري إلى أن تكون ذراعا سياسيا. وبالتالي طيب. حيدر العبادي عندما تحالف مع الميليشيات كانت هناك رغبة إيرانية لأجل التفاوض على الملف النووي في الشهر الخامس، وعندما انسحب من الميليشيات حقيقة كانت هناك أيضا رغبة لتبادل الأدوار، لا سيما أن القانون سانت ليغو 1/7 يخدمهم كثيرا. إذا طيب. هم يريدون أن يدخلوا من أبواب متفرقة لما بعد الانتخابات، وبالتالي هناك ضابط رئيسي لهم وهي إيران وقاسم سليماني بطريقة واضحة، وهناك خضوع أمريكي من أجل مصالح معينة، سواء مصالح البرنامج النووي الإيراني أو المصالح الموجودة والنفوذ في العراق.